بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا ظهر اليوم إلى المملكة العربية السعودية، والآن بعد منتصف الليل نغادرها عائدين إلى بغداد، وقد تشرفنا بمقابلة خادم الحرمين الشريفين وكذلك ولي العهد، وجئنا إلى المملكة أولا للتبريك بالعيد الوطني السعودي، كذلك لمتابعة العلاقات العراقية السعودية التي تشهد نموا متزايدا، وأيضا لبحث الأوضاع الإقليمية والسعي إلى تهدئة الأوضاع ودرء أخطار نشوء أي صراع أو أي حرب وتلافي مضاعفات كل ذلك. الحمد لله اللقاءات كانت مكثفة وعميقة وصريحة ومباشرة، وإن شاء الله وضعنا بعض التصورات في كيفية إيجاد حلول تساعد البلدين في التقدم في علاقتهما، خصوصا في مجال النفط، في التبادل التجاري، وكذلك للتهدئة في أوضاع المنطقة ومنع شرور الحرب فيها. لقينا استجابة طيبة جدا من المملكة العربية السعودية كما ذكرت في هذه اللقاءات المكثفة مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ونحن أقرب إلى التفاؤل حقيقة للمضي قدما باتجاهات حلحلة الأوضاع ومنع حدوث أي صدام أو حدوث احتمالات لنشوء اقتتال أو حرب في المنطقة. الكل لا يريد الحرب، الكل يريد التهدئة، لكن الأوضاع صعبة ومعقدة، وعلينا أن نكون صبورين وأن نسعى لإيجاد مفاتيح وأبواب معينة لحلول مقبولة لكل الأطراف.